كيف ما كتعرفوا كنت بديت اليوتيوب بواحد السلسلة ديال جمع 500 درهم. فهاد الحلقة ديال اليوم بغيت نقول لكم بأنني جمعت 500 درهم، والمفاجأة هي ما غاديش نستغلها في شي حويج اللي ماشي صالحة ولا نشري بها شي أغراض شخصية. هاد 500 درهم قررت باش نستغلها في شي حويج زوينين ونقدر نفع بها حتى الآخرين، وهكا غادي نكون نفعت راسي ونفعت حتى الناس معايا. تقدر تكون صدقة جارية على شي وليدات، تقدر هاد الجيست اللي غادي ندير يرد بشي وليدات الله يهديهم ويهدي الجميع. انا اليوم قررت باش نشري كتب ونحاول نفرقهم على الناس، ولكن بشرط غادي يديروا معايا تحدي. كيفاش هاد التحدي؟ يعني غادي يقرا كتاب وغادي ندير معاه وقت، فغيقدر يقرا الكتاب كامل ويرجعوا ليا. من غادي يقرا هذا الكتاب كامل والاخر يقراه كامل، غنحاول نشونجي بيناتهم، وبحال هكا غادي يدعم الفكره وغادي يستافدوا الوليدات وغادي نستافد معاهم حتى انا من اجل نهوض هذا المجتمع الخوت. فين الدراري؟ بخير الدراري في لاعبين الخوت شتوم هما صحتكم الدراري؟ صحه وراحه تهلاو في راسكم يلاه العز. غادي نمشي عند شي واحد كيبيع كتوبه يكونوا مزيانين، ما يكونوش قدام بزاف وما يكونوش جداد، نشروهم على فهمتي حيتاش كيبقاو استعمال هكا الترقيص هذه بردوها الخوت قاسحه بزاف. عاد ماشكم خرجين على الطريق، ولكن هانيه شي مشكل اجي شي واحد رجعها. صحتكم العشران الدراري الخوت كانوا لاعبين كوره الله يسهل عليهم ويسهل على الجميع. احنا خرجنا السوق الخوت نعتوا لي واحد كاين هنايا غادي نشوفو. السلام عليكم. ما كاينش اخويا ما كاينش ياك شي يتغدى اتعطل لا تعطل اتا نتسناه نتسناه شويه. اي ماشي مشكل انتم الخوت هادوك كتوبه زوينين عاد الدريه هذا زوين هذا الا بغيت تقرا كتوبه اول واحد تقراه هو هذا مزيان لك كتولي كتنظم حياتك كنظم لك وقتك فلا مبالاه لو بغيتي ما تبقاش تصور بزاف تاع الكتوبه انتم السر عاوتاني الخوت غادي ندي كتوبه زوينين نحاولوا نفرقوا على الناس الخوت باش يستافدوا معانا حتى هما. قول لي اعطيني شي 8 ديال الكتوبه وتقاد معايا في الثمن صافي هازل لك كتوبه تمام باش كنبيع انا غادي نبيع لك احنا غندو من عندك كونتي حتى انت غتقاد معانا سير سن بسم الله اول واحد غنعزلو هو هذا الخوت واحد الخوت غنشدوه دابا ها هو صافي هذا هو التسويق ها هو الخوت صافي 8 قاد معايا في شتامان مزيان شتامان محترم صايب معنا في شتامان ها؟ ما مدير من عندك 8 صايب معنا في شتامان مزيان ما مديرش من عندك واحد ولا جوج الله يحفظك بارك الله فيك 240 درهم حيد لينا شي حاجه صايب معنا يسر ها يسر معنا واخا حيد لينا صوت معك من الاول انا شا حسبتي لينا كل شيء بالواحد بالواحد 30 درهم بالواحد ياك الله يحفظك لا كان شي واحد نبدلو عندك صافي يا الله يسر الله يعاون الله يحفظك يا الله احنا شدينا من عندو الكتوبه 8 الخوت شتوني بديت كنعزل بواحد بواحد راه ديجا عارفهم الخوت مشيت ليهم نيشان هاد الكتوبه مزيانين وغينفعوا الدراري بزاف الخوت راه مني قال لي الثمن حسب لي ب 30 درهم الواحد راه مبغيتش نتشرط معاه قلت ليه كتخلص عطينا الله يلا صايب معايا الله يسهل عليه كتوبه ب 100 كتوم باقا جداد كاينين شي واحدين راه كيبيعوا بثمن زايد على هذا اللي باع ليا هو اهلا يا خويا عيب كدير تاخذ مزيان هاني وينك شكرا بوس بوس الله يعزك بوس الله يحفظك طلو براسي فانتم الخوت اللي لقيتو في الطريق غادي نمشي نجرو معايا خاصني نجمع 8 دراري باش نديرو بودكاست مجموعين كل واحد نفرق عليه واختاروا اللي بغاو الله يا ربي غنشوف اول مهمه واحد الدراري
انا الدراري فين خويا كوكا؟ انا كدير بخير لاباس خير كيش مرسى عاود مزيان الله الخير لا حفظك خويا شد عاود مزيان الدراري لا حفظك خويا لا حفظك خويا بارك الله فيكم الدراري ياك ما مطلع لازكم اضيري انت الله يحفظك شكرا الدراري دير واحد التجربه انتم كتب عليا المهم دير واحد التجربه ديال الكتوبه وفي نفس الوقت تحدي لا عطيتكم مثلا كتاب تقراوه ولا ما تقراوهش قراوه حلف ها ويلي وعد بيه اصلا ما كاين ما يدير الكلمه هي كلشي الكلمه هي كلشي تقراوه ولا ما تقراوهش ما كاين ما يدير والله حلفوا والله صافي ولكن انا نواعدك بان عندكم ما يدير دابا عندكم ما يدير لا ها لا ما عندنا ما يدير بعدكم صافي غنمشي نشوف شي سته الدراري عندي 8 كتوبه اييه هاني تمشوا معايا ها صافي الخوت الدراري يلا شوف عندكم ما يدير لا هذا الخوت مرسل هو تلا لا لا اليوم ما خارج ناشفة مرسل ناشفة الخوت الدراري كدير بخير شتعاون السلام شرحوا الدراري اخويا ويلي الله شدير اخويا كدير السلام العشرين الدراري العشرين الخوت فينا اما خوت ولا الدرب فينا اخويا شتعاون الدراري كيفاش مع اللعنة اسمعني تزيئك نجي تزيئة مرجانة ابو حازم تاكل وتشرب وتقرا صباح الخوت انتوا خليه من التعليم العموم وتقرا تقرا المواد ديالك الرياضيات الفرنسيه التربيه الاسلاميه تقرا المواد وكل شيء كاين تما الحمد لله الاخوه تهلاو فيكم يفوتوكم هذاك الشيء اللي كاين الفارغ ديالكم طلعوا كاين ولا ما كاينش الاخوه كاين صح كاين العز تصوح دراري لحفظكم اخويا غير ما تلاقيت ما كنت نسقي الماء تلاقيت مع الدراري بالازار انت عمر الماء الخوت شتو الدراري الخوت مريحين الله يسهل عليهم وسهل على الجميع الله يسهل عليكم الله يحفظك بارك الله الله يسر 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 غنعطيك كتاب تقراه في واحد المده اللي غنحدد عليك ديرها مرحبا معاك ما يقراش ايمن ايمن ما يقراش ما يقراش كاسول الا كاسول معاك وعد وعد كما هي الراجل كما هي الراجل صافي الخوت ها هو فينا انت غنمشي نبقى لينا ندبروا على الدراري الله يعاون الله يعاون الله ثمانيه الدراري وغادي نديروا جلسه فهمتي غادي نجمعوا بعضياتنا وكل واحد غنعطوه كتابه مرحبا معاك معاك يلا واحد اخر الخوت الثالث فينا الدراري كيتعبروا الخوت السلام عليكم لاعب بطوله السيمانه الجايه لاعب بطولات لاعب بطولات اللهم بارك فين الشريف فين الشريف كدير لاباس عليك هاني الله يعزك بارك الله فيك شنو كتعبر هنا درهم انا نتعبروا تسنى 57 57 هاي سير تسير عندك يهرس لك ميزان هذا يهرس ميزان يهرس الميزان انا تبارك الله 80 قد قد 80 بارك الله طلعت طلعت عبرت عبرت في 7 والله عاود راك تهز كتبه كم كيلو سير احنا نعاودو شحال لا 67 67 رواعي رواعي شوفتي انا شوفوا انا عتبت عتبت واحد ستيلاسقة اللهم بارك الله فراس الله يعاونك الله يحفظك يا الله يسر قصدنا 3 كيلو الله يحفظك شحال قصد بيك؟ 3 كيلو زاديت 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 كانت فيها 64 زدت منك انا وانت انا 64 وزن انا 60 قد قد الخوت كانت فيه شحال هذه 62 نقصت على 2 كيلو السلام عليكم العشرين كدير بخير تعاود مزيان هاني تعاود دراري فين بخير تعاود غادي نشاقين بوكسين الله وين عاود نشدو واحد اللعيبه معايا ياك تقدوا شي حاجه دراري دابا انا قلت لكم واحد البلان ديروه ولا ما ديروهش تحدي طيب ديرو لا عطيتك كتاب قلت لك قرا في شهر تقرا ولا لا كتاب لمده شهر ها اي هاره قرا ولا قرا ولا لا قرا انت ناكد تحدي كلمه هي الراجل شوف انا طايق في هذا طايق انا انتوا مرخض مشي صافي يلا معني تتا ها قلت لا انت لا الدري مباشر خوت عندك شي بلان تقري انت راسك مدراسك صافي شوف مشكي انت 100% 100% صافي انت طارح لك واحد الفكره تحدي لمده شهر ديروا ولا ما ديروش اهلا ندير ها اكد عطيتك كتاب تقراه لمده شهر تقراه قراه ها
اقراها الدراري اقراها طاوط طاوط انا عارف قراها انا عارف وتخفي 100% وانت الدري اقرا هذا تا هو يقرا هذا تا هو يقرا الدراري شوف راك تا لا واش يا خويا بن سويته بغيناك لا تطولك المده شهر اقرا ولا ما تقراش اكد انا هذا مجوج ولا خمسه واش يقرا ولا خمسه اقرا كتاب ولا ما تقراش ها متاكد صار دراري اقراه 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 واحد شومي شويه اقراه حتى ما سرت عليا الدراري ما قراوش اقراه على حسابك وانا لمسه ولخصه في يوتيوب انا تقفي اقراه اقراه قرات تبارك الله متاكد 100% صافي الدراري كملنا 8 الدراري دابا غادي نمشيو نديروا واحد الجلسه وغادي نديروا بودكاست يلا الدراري يلا الخوت دري قبيله كان معطل قال لنا راه عنده غارات راه مشى الدري فينا هو قول لي غنقترح عليك واحد الفكره تحدي أتقوم بهذا الواجب اللي غنعطيك ولا لا؟ متأكد؟ متأكد 100% متأكد أنا عطيتك تقرا كتاب مرة تشوف أعطيك كتاب من هذا تقرا ولا ما تقراش؟ تقرا متأكد لمدة 30 يوم صافي حيتاش غيجي واحد الوقت غندير معاكم واحد البلان غندير معاكم النهار اللي غنتلاقاو فيه وغنسول لكم فهمتي نتحاوروا ونسول لك استفدتي جمعنا الدراري كاملين ها هما في مجموعين كيف ما كتشوفوا كتوبة تقاموا ب 240 درهم الحمد لله على كل حال داكشي اللي شاط جبنا الدراري رايحه في القهوه غادي يشدوا داكشي اللي بغاو وغادي نناقشوا حتى حنا الموضوع ديالنا الدراري الصحه والراحه اش تعاود ها انتم مال 10 هي ديالك خويا شدوا اللي بغيتوا 500 درهم ديال التحدي اليوم غادي ولكن غنناقشوا بعدا انا اخويا 10 النقاش صافي دابا عزلوا داكشي اللي بغيتوا غنناقشوا يلا سير انتم الخوت كلينا الدراري قساو احنا شدينا لهم 4 بيتزا كيف ما كتشوفوا العواصر الدراري راه الدراري ناضين الله يخلف عليك خويا الله يحفظك انتم الخوت دابا غادي نناقشوا الدراري حيد التليفون غادي نتناقشوا المهم الخوت غادي نشرح لكم كيفاش البلان دابا هاد الكتاب هذا غيديه كل واحد كل واحد غادي تكون عنده مسؤوليه يعني ما غي كل واحد غيدي كتاب ما غيمشيش يحطه في الدار غديروا جروب في واتساب كل نهار كل واحد غادي يقرا 10 الوراق في النهار باش تجي لمده 30 يوم وكل نهار غادي يدخل واحد في الواتساب يكتب لينا بالله راه قرينا قريت يحط علامه بالله قرا صافي باش نسجلوا ولكن نهار 4 في الشهر الجاي غادي نعاودوا غادي نتجمعوا وغادي نناقشوا كل واحد غيعطينا التلخيص ديال الكتاب اللي غادي يقرا وشنو استفاد وعلاش كيدوي الكاتب فهمتي حل لينا كل شيء هذا راه هادشي راه مسؤوليه ماشي ضحك الدراري موافقين 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 الكلمه هي الراجل متفقين متفقين وعد الدراري وعد صافي حطوا لي يديكم هنا الوعد 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 يلا هاي سير هذا الخوت صافي الدراري كل واحد ما كاينش جوج من الحاجه فهمتوا بدلين مغيرين مغيرين ها نتوما قوه العادات شكون باغي يدي قوه العادات حتى واحد ما عنده اعتراض جا واحد طيب هكا بسم الله الخوت السر شكون غيشد تلموت على السر انا عطيه لي تلموت عليك انت لا تلا 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 دابا تسنى باش نصفوا ديروا الخواطر تفاهموا بيناتكم لم تفهموا واش غنديروا شي لعبه خلوا لي الدراري خلوا لعبوا فرنات واحد ما يتخلص وانا غنتفاهم دابا انا غنسامح لكم بجوج وخلوا لي كتاب واحد اخر مزيان سامحت سير صافي ولكن انا كتاب واحد اخر المهم داكشي تقرا صافي صافي الفكر هو ازداد الطورا شكون شطاره انت ما طارتو واحد طايح ليك صافي تبارك الله راسي دباري فيا الدراري هذا الكتاب هذا لا قريتوه غادي تغيروا المفهوم ديالكم على الحياه شكون قال بغيت واحد انتما بجوج مطاردين ها انتوما ممكن دوما انتوما ديروا شي حل كيفاش بلا ما نصف الخواطر كل واحد طار حجر لعبوا عليه حجر ركز صافي انا مش عارفه كيف ما شفتها انا نشوف واش حمر ورقه انت نشوف واش حمر ورقه كاينه هنا حيد حيد استنى هنا كاينه 418 ورقه واش غتقراها ولا لا؟ متاكد كلمه يا راجل ضرب هنا سير هاي العادات الدرية انا اللي بيتو انا يا صافي صافي وربحني خلي لي هذا انا اللي بيتو خلي هو كتبغى انا ربحوا كويله خلي كتبغى انا هذا ربحني هو صافي تسليم تسليم صافي خليني خليني كتاب اخر كتاب اخر
من الصفر الى واحد هذا ديالي قلت لك ويلا سامحوا لي ياك صافي انا الخوت كنا مبالغ انا تبوالي شديتي ديالك انت ولا بقيتي صافي الخوت ما بقى عليه تاع طيرات هذا بالمناسبه الخوت هذا الكتاب اللي بقى الدري اللي كان يدخل معنا قبيله قال لك عيطات ليه الوالده ديالو جا صحابو بقاو معنا هنايا بالمناسبه انا غندخل في التحدي وغادي نقرا هذا الكتاب الخوت هذا هو التصوير غادي نقرا هذا وغادي ندخل في التحدي دونك دراري امتى درنا الموعد نهار غا فيفريه 4 فبراير كلمه الرجال كلمه الرجال الواحد الواحد ما عرفش شي حاجه ما كاين شي كلمه حاجه ماشي غتكون شي حاجه حسين ما غنبقاو على صواب ان شاء الله ان شاء الله راه كنا منين نجي نسولوكم وداك الشيء مني انا وجبد راسي كن عامر على هذا الشيء ان شاء الله هادشي راه غيفيدكم مزيان فهمتي ان شاء الله خويا دراري كونوا رجال ترجعوا مع دراري ومن هذا الشيء كامل غادي تكون مفاجاه في الاخر ديال الشهر ان شاء الله منا تقراوا هذا الشيء ان شاء الله خويا شاهدنا مجموع كامل 175 احنا الخوت غادي نخلصوه شفتوا كل شيء على عينيكم الدراري كلاو وشربوا الدراري ناضين الحمد لله شكرا صاحبي سمح لي سمح لي خلصنا السربايه كيف ما شفتوا الخوت المهم الخوت شفتوا كل شيء على عينيكم خرجنا مع الصباح توكلنا على الله ضربنا تلاقينا مع الدراري في ساعه الخير طافقنا كله وغيقرا الكتاب ديالو المهم الخوت كنتمنى هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم ما تنساوش كيف ما العاده فعلوا الجرس باش تطلع لكم الحلقه القادمه يلا تهلاو مرحبا